طيب احوال البعثه وشؤونها وحالتها وحاله اللعيبه وظروف المباراه معنا من جروه موفد قناه الاهلي الزميل فاروق صلاح. مساء الخير يا فاروق. برحب بيك يا استاذنا الكبير استاذ ابراهيم المنيسي، وبرحب طبعا بالمهندس عادل القيعي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. فاروق يا ريت تحطنا في الصوره من اخر الاستعدادات والاجواء عندك ليله المباراه. يعني خليني يا استاذ ابراهيم اقول لك مثلا يعني التفاصيل اليوم النهارده واليوم فريق النادي الاهلي اللي كان ابتدى صباحا تمام في تمام الساعه 11 صباحا وجبه الافطار للاعبين، ثم تحرك مستر مارسيل كولر برفقه رامي ربيعه لحضور المؤتمر الصحفي اللي الخاص بالمباراه اللي كان في تمام الساعه 11:30 في ملعب المباراه ملعب روماندي اجي اللي هيستضيف احداث اللقاء، بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي يعني بمسافه 10 دقائق. الفندق اللي بيقيم فيه النادي الاهلي اقرب فندق موجود بالقرب من مطار جروه، بيبعد عن مطار جروه بخمس دقائق وبيبعد عن ملعب المباراه بعشر دقائق. خليني اقول لك ان هو افضل فندق موجود هنا في جروه، طبعا تم انشاؤه مؤخرا مع تزامن ووجود كاس الامم الافريقيه هنا في الكاميرون. كان طبعا المؤتمر الصحفي لي مستر مارسيل كولر وكابتن رامي ربيعه اللي اتكلموا على اهميه المباراه والدوافع اللي موجوده عند لاعبي النادي الاهلي وايضا الدوافع الموجوده عند لاعبي القطن الكاميروني. مستر مارسيل كولر اكد على صعوبه المباراه، قال احنا بندور على الفوز واكيد هم كمان بيدوروا على الفوز. وهنا عايز اقف عند نقطه مهمه جدا، خليني اقول لحضرتك خبر يعني خبر حصر من خلالنا ومن خلال قناه النادي الاهلي ان مسؤولي نادي القطن الكاميروني رصدوا اليوم مكافاه لكل لاعب في فريق القطن الكاميروني، مقدار المكافاه 400,000 فرنك كاميروني لكل لاعب في حاله الفوز على النادي الاهلي. ودي من النقاط اللي يعني اللي رصدناها اليوم سواء من مسؤولي القطن الكاميروني او وسائل الاعلام هنا في القطن الكاميروني، ده اللي بيدل على الحوافز والدوافع اللي موجوده عند فريق القطن الكاميروني في هذه المباراه. ايضا الامور الخاصه بحضور الجماهير زي ما سمعنا ان اللي هيتم فتح ابواب الابواب الاستاد للجماهير مجانا، كنت موجود مع معالي السفيره داليا فايز اللي اكدت ان هذا الامر مع مسؤولين الكاف لم يحسم حتى الان ولكن سيحسم في الاجتماع الفني اللي يعني وانا بكلم حضرتك هو بيعقد الان الاجتماع الفني الخاص بالمباراه في الاستاد اللي هتقام عليه المباراه بحضور طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عادلي ومسؤولي الجانب الاداري من النادي الاهلي للتنسيق على هذه الامور الخاصه بالمباراه. الاجتماع يعني تقدر تقول منذ نصف ساعه حتى الان الاجتماع مستمر. اتفضل يا باشمهندس. عايزك تتابع معنا اذا اصفر الاجتماع عن اي جديد او في قرارات مثلا زي الملعب هتفتح مجانا ولا هيحصل ايه، يعني حاول تتواصل معانا تاني. اتفضل. بالفعل يا باشمهندس هأكد على حضرتك يعني مع انتهاء الاجتماع الفني الخاص بالمباراة هأكد على حضرتك كافة التفاصيل اللي تم الاستقرار عليها من خلال الاجتماع الفني، لكن يعني واحنا بنتكلم برضو على تفاصيل اليوم خليني أكد على يعني ملعب المباراة واحد من الملاعب المهمة جدا والمميزة، يعني لقى استحسان الجميع من افراد بعثة النادي الاهلي واللاعبين، ملعب من افضل الملاعب الموجودة هنا في جروة وفي الكاميرون. درجة الحرارة يا باشمهندس تقدر تتكلم من درجة الحرارة هنا يعني تتراوح ما بين 35 ل 40 درجة مئوية وده هيكون نفس توقيت المباراة، لكن تقدر تقول ان نسبة الرطوبة قليلة جدا، يعني نسبة الرطوبة ما بين 18% ل 15%، فاعتقد يعني معدل الرطوبة او يعني نسبة الرطوبة القليلة مدية يعني جو افضل ونسمة هواء بالنسبة للاعبين اللي برضو يعني في توقيت المباراة الجو اعتقد هيبقى مناسب جدا للعب للنادي الاهلي. طبعا الفريق كان ادى تدريبه اليوم على استاد روماندي اجي الاستاد اللي هيستضيف احداث اللقاء طبعا لقاء الاهلي والقطن الكاميروني. مستر مارسيل كولر عقد جلسه مع اللاعبين في قبل انطلاق المران، اتكلم على بعض الامور والتفاصيل الخاصه طبعا بهذه المباراه. خليني اقول لك يعني يا باشمهندس برضو عشان احنا بنحط الجمهور ونقرب الجمهور من الصوره، مستر مارسيل كولر في التدريب الاخير اللي كان في ملاعب جامعه بريتوريا ده كان اول تمرين تقدر تقول ان في علامه الابتسام ولو
قليلا على مستر مارسيل كولر طبعا من بعد مباراه ماميلودي سان داونز، لكن هو في هذا التدريب اكد على اللاعبين خلاص قفلنا مباراه ماميلودي سان داونز، ما عندناش اي كلام فيها، هيبقى ليها كلام لكن مش ده الوقت اللي هنقدر نفتح فيه الحديث عن مباراه ماميلودي سان داونز، ولكن التركيز مع اللاعبين طبعا على هذه المباراه النهارده. طبعا استمرار لحاله الحماس اللي احنا لامسينه من اللاعبين، تسابق ما بين اللاعبين لكل لعيب النهارده، الجميع بيتسابق من اجل يعني التواجد في قائمه المباراه وال11 لاعب اللي هيكونوا في الملعب. حاله فنيه، حاله طبيه، باكد لحضرتك جاهزيه حسين الشحات واحد من الاوراق المهمه اللي ممكن مستر مارسيل كولر يفكر في الدفع بيه من بدايه اللقاء طبعا طبقا للاحتياج الفني اللي هيرتقيه طبعا مستر مارسيل كولر، طبعا مع وجود وعوده ايضا خالد عبد الفتاح اللي باكد لك جاهزيته، وعمرو السوليه اللي ايضا شارك ولو لدقائق قليله في لقاء ماميلودي سان داونز، ولكن الجاهز من الحاله الفنيه والحاله الطبيه ايضا احمد عبد القادر، باكد لك على جاهزيه كافه لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله اللي هيكونوا جاهزين لهذه المباراه. عقب طبعا التدريب اللي ارتكز فيه مستر مارسيل كولر على بعض الجوانب الخططيه، وتقدر تقول مده طويله شويه يعني في التدريبات الاخيره للنادي الاهلي، مستر مارسيل كولر بيدي وقت كتير اكتر للتدريبات، يعني ده من الامور اللي احنا لمسناها جدا من بعد يعني مباراه ماميلودي سان داونز، وقت التدريب بيبقى اكتر، في تفاصيل كتير جدا مستر مارسيل كولر بيشتغل عليها، ان شاء الله نشوف مردودها ان شاء الله في ارض الملعب غدا بمشيئه الله. زي ما اكدت لحضرتك ان يعني الملعب ان شاء الله اللي يعني اللي هتقام عليه المباراه هو واحد من افضل الملاعب، بيبعد عن المقر الاقامه ب 10 دقائق، دي تفاصيل الفنيه الخاصه بالتدريب. عقب التدريب عاد الفريق طبعا الى مقر الاقامه فندق الاقامه، مستر مارسيل كولر عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين في تمام الساعه 7:30، طبعا اتكلم فيها على كافه الامور ونقاط القوه والضعف الخاصه بفريق القطن الكاميروني والامور الفنيه اللي بيطلبها من اللاعبين في المباراه، ثم تناول اللاعبون وجبه العشاء وصعد اللاعبين الى الغرف. في الوقت اللي بكلم حضرتك فيه كل اللاعبين او يعني معظم اللاعبين خلاص في كل لاعب في غرفته، طبعا في انتظار انتهاء الاجتماع الفني اللي طبعا بيحضره الكابتن سمير عدلي والكابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن ماهر عبد العزيز والطاقم الاداري للنادي الاهلي، علشان برضو نحط جمهور النادي الاهلي في الصوره واحط حضراتكم في الصوره باذن الله. التوقيت يا استاذ ابراهيم، احنا الساعه كام دلوقتي عندك؟ يعني يا استاذ ابراهيم حاليا يعني مصر بتتقدم في التوقيت عن الكاميرون، يعني لو حضرتك الساعه دلوقتي 10 وثلث في القاهره، التوقيت هنا عندنا في جروه 9 وثلث، المباراه هتكون في الساعه 5 بتوقيت الكاميرون، الساعه 6 بتوقيت القاهره، يعني زي ما وضحت لحضرتك ان مصر بتتقدم في التوقيت عن الكاميرون بساعه. درجة الحرارة يعني في نفس الوقت اللي انا بكلم حضرتك حاليا درجة الحرارة بتتكلم في 32 درجة مئوية، معدل يبان ان هو درجة الحرارة، ولكن زي ما وضحت لحضرتك ان نسبة الرطوبة قليلة جدا، وبالتالي تحس ان يعني في نسمة هواء او الهواء افضل بكتير جدا من اللي يعني طبعا مع ارتفاع نسبة الرطوبة. اللعيبة والجهاز كان عندهم اي ملاحظات على ارضية الملعب اللي اتمرنوا عليها النهاردة؟ لا يا استاذ ابراهيم، يعني صراحه ان انت عارف برضو ان احنا يعني ما بنتكلمش في امور الا بنكون متاكدين منها بالظبط، يعني من خلالك من خلال قناه النادي الاهلي بنتكلم في الصوره، بننقل الصوره بمنتهى يعني المصداقيه. ملعب المباراه واحد من افضل الملاعب، لقى استحسان مستر مارسيل كولر وافراد الجهاز الفني بالكامل واللاعبين، كل اللاعبين اشادت بارض الملعب، المدرجات اللي موجوده في الملعب، التنظيم اللي جوه الملعب، زي ما قلت لحضرتك هو واحد من الملاعب طبعا اللي استضاف مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بعض اللاعبين لعب على هذا الملعب، علي معلول لعب على هذا الملعب، لاعبين المنتخب المصري أيضا اللي يعني اللي كانوا في المنتخب، اللاعبين الأهلي اللي كانوا منضمين للمنتخب المصري أثناء البطولة شاركوا على هذه أرض الملعب، فمتعودين يعني على أرض الملعب، وبالتالي لا يعني تقدر تقول الجميع أشاد وأثنى على أرض الملعب. أيضا عايز أقول لحضرتك حالة الود اللي إحنا لامسينها في هنا من شعب الكاميرون وبالتحديد شعب جروة، يعني لدى وصولنا للمطار لافتات استقبال النادي الاهلي، يعني تقدر تقول الناس هنا مستنيه تشوف النادي الاهلي، يعني صراحه يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عدلي الجميع عارف قيمه النادي الاهلي، فريق او المسؤولين عايزين يحشدوا اكبر عدد علشان يتفرجوا على النادي الاهلي، دايما النادي الاهلي بالنسبه لهم كبير القاره الافريقيه، يعني هذا الكلام احنا لمسناه لدى وصولنا، وايضا معالي السفيره داليا فايز اتكلمت معانا في هذه الامور، قالت الناس هنا بالنسبه لهم النادي الاهلي ده حاجه كبيره قوي، النادي
الاهلي هو بالنسبه لهم كلهم في كاميرون هنا جايين يتفرجوا جايين يتابعوا عشان خاطر النادي الاهلي، في حاله ود كبيره جدا وشديده جدا لمسنا من المواطنين هنا في الكاميرون، ويعني بالتحديد جرى ايضا الجاليه المصريه والعربيه اللي موجوده هنا اللي كانت موجوده معانا في التدريبات في الامور كتير جدا، حاولوا ان هم ييسروا كافه الامور على بعثه فريق للنادي الاهلي. طيب فكره التحفيز المادي الكبير 400,000 فرنك زي ما انت قلت يا فاروق، يعني انت حاسس لامس دي لاهميه المباراه كونهم هيواجهوا النادي الاهلي بقيمته وباسمه، ولا تفسيرك انت في الاجواء ايه؟ يعني خليني اقول لحضرتك هي يعني بتنقسم لشقين، هم بيحفزوا اللاعبين، وفي نقطه برضو مهمه يعني برضو في المستهل الكلام ان انا اقولها لحضرتك، ان المدير الفني لفريق القطن الكاميروني تم ابلاغه من اداره النادي ان في حاله هزيمته من النادي الاهلي طبعا هيطرق القياده الفنيه، حبوا ان هم يخلقوا دوافع للاعبين. اعتقد الفوز مش مأثر مع فريق القطن الكاميروني ان هو يدور على الثلاث نقاط، اعتقد خلاص الدنيا الامور بالنسبه له محسومه انه خارج البطوله او خارج الصعود، فبالتالي انه بيخلق دوافع للاعبين حوافز ماديه، ايضا قرار مجلس الاداره، وده اللي يعني بقى يعني خليني بقول لك ان تم الحسم هذا الامر مع المدير الفني لفريق القطن الكاميروني، في حاله الهزيمه من النادي الاهلي طبعا هيطرق القياده الفنيه لفريق القطن الكاميروني. يعني اعتقد العاملين دول من الممكن ان هم يصدروا عوامل ضغط لفريق القطن الكاميروني، عوامل بالنسبه لهم قد تكون ايجابيه، حوافز للمدير الفني، حوافز للاعبين، لكن الرغبه اللي احنا لامسينها في عيون لعيبه النادي الاهلي، الرغبه اللي لامسينها في عيون مستر مارسيل كولر واللاعبين ان شاء الله هي اللي هتكون كلمه السر في ارض الملعب باذن الله. ساعه الملعب كام لو تم فتحه فعلا بالمجان؟ ساعة الملعب يعني تتراوح ما بين 30 ل 35,000 متفرج، يعني لو تم فتح الملعب بالكامل هيبقى 35,000 متفرج هيملأوا جلبات استاد روماندي اجي. زي ما قلت لحضرتك احنا ماشيين في طريق سيرنا، الجميع بيتسابقوا يعني بينادوا على لعيب النادي الاهلي، بيشوروا لعيب النادي الاهلي، كتير منهم بيشور على اللون الاحمر، يعني بعضهم بيرتدي القمصان الحمراء بيشور على اللون الاحمر للنادي الاهلي. هنا المصريين المقيمين ومعالي السفير اكدت لنا ان الشعب الكاميرون بيعرفين قيمه النادي الاهلي وبيحبوا النادي الاهلي جدا، يعني حاله الود اللي لمسنا قال لك للمنتخب المصري بالتحديد والنادي الاهلي بالتحديد من الانديه اللي بيتمتعوا بحب وشعبيه كبيره هنا من جماهير الكاميرون، لذلك لو تم السماح بحضور الجماهير اعتقد 35,000 متفرج هيملأوا جنبات استاد روماندي اجي ليستضيف احداث اللقاء. برضو عايز يعني لو وقت حضراتكم يسمح ان انا اقول لحضرتك تفاصيل اليوم غدا باذن الله اللي هيكون طبعا يوم المباراه، هيتناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 9:30 صباحا، ثم يكون في فقره تدريبات خفيفه هنا في مقر الاقامه لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين في تمام الساعه 11 صباحا، ثم طبعا اداء صلاه الجمعه هنا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، ومن ثم تناول وجبه الغداء، ثم التحرك الى ملعب المباراه عقب انتهاء المحاضره اللي هتكون في تمام الساعه 3:45، ومن ثم التحرك الى ملعب المباراه عقب انتهاء المحاضره، اللي زي ما وضحت لحضراتكم ان هو بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 10 دقائق، ثم طبعا الساعه 5 بتوقيت الكاميرون والسادسه بتوقيت القاهره هيكون هو يعني ميعاد المباراه. يعني ده تفاصيل اليوم، تفاصيل يوم الاهلي غدا بمشيئه الله يا استاذ ابراهيم وباشمهندس سعدي. فاروق احنا شاكرين ليك هذه الايضاحات الكامله، وبعد انتهاء الاجتماع الفني لو كان في تفاصيل مهمه هنوالي الاتصال بيك.